القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. الإسلام الوسطي في حوار مصر وإندونيسيا. البرلمان المقبل يبحث عن سيدات. تقرير فاروس حول اكتشاف حقل الغاز. وإليكم تفاصيل النشرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو يناقشان أوجه التعاون لمواجهة الإرهاب والتطرف. قال الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره الإندونيسي إنه ناقش مختلف أوجه التعاون، وعكست المناقشات تطابق وجهات النظر تجاه جميع القضايا الخاصة بالشرق الأوسط والاتفاق على تعزيز الأفكار والتعاون في المحافل الدولية لمواجهة التحديات وفي مقدمتها مواجهة التطرف، مضيفا طمأنت الرئيس الإندونيسي على جميع الطلبة والعاملين في مصر وأكدت له أن بلدنا آمن ومستقر. من جانبه قال الرئيس الإندونيسي لقد اتفقنا على تعزيز التجارة والاستثمار مطالبا بتوفير الحماية والتسهيلات، وتبادلنا الأفكار حول الإسلام الوسطي ومحاربة التطرف والإرهاب، وقد شهدت القمة بحضور وفدي البلدين التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات. أرقام غير مسبوقة في عبور السفن خلال 4 أسابيع من افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث كشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن المجرى الملاحي للقناة شهد خلال الشهر الماضي بداية من 7 أغسطس وحتى 5/3 سبتمبر عبور 1356 سفينة بحمولات مختلفة. واصلت لجان تلقي طلبات الترشح جمعة استقبال الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب بالمحاكم الابتدائية لتقديم أوراق ترشحهم. وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات أن عدد طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب الذين تقدموا بأوراق ترشحهم حتى الخميس بلغ 3720 راغبا في الترشح دون تقدم أي قوائم، وأن معظم المتقدمين للترشح من الذكور، وأن عدد الإناث لم يتجاوز 160 سيدة وهو عدد بسيط. أهالي بولاق يطورون منطقتهم بجهود ذاتية، فقد أشاد الدكتور خالد زكريا العدلي محافظ جيزة بجهود أهالي بولاق الدكرور في تنمية وتطوير 23 شارعاً بالجهود الذاتية وبسواعد أبناء الحي، مشيراً إلى أهمية اشتراك المجتمع المدني في كل النشاطات واشتراك الشباب في تطوير أحيائهم وشوارعهم، ما يجعلهم أكثر ارتباطاً وحرصاً على استمرار الحالة الجيدة التي أسهموا فيها والحفاظ عليها، مشدداً على توجيه حملات مكثفة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية لتخفيف العبء على المواطنين وإعادة الانضباط إلى الشارع. اكتشاف حقل الغاز الجديد قد يعني نهاية أزمة الطاقة في مصر، فقد أكدت بحوث فاروس أن هذا الاكتشاف يعني بالنسبة إلى مصر تغيير التوقعات متوسطة الأجل لاقتصادها وإيجاد حلول لأزمة الطاقة المستمرة التي عانت منها البيوت والمصانع لمدة 2 عامين على الأقل. وتشير التقديرات إلى أن الحقل يمثل نحو نصف احتياطات مصر المؤكدة من الغاز ويقترب من 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، رغم أن شركة إيني صاحبة الاكتشاف لم تصدر أي معلومات عن حقوق الملكية حتى الآن، فأن مصادر مطلعة قالت لبحوث فاروس أن حصة الحكومة لا تتعدى 60%، ومع هذه الحصة فأن الحكومة المصرية ستقوم بشراء الغاز الطبيعي بنفس الأسعار تقريبا، وبالتالي ستزيد قدرتها في الحفاظ على سعر البيع بالسوق الداخلية، ما يخفف الضغط على المصانع والأسهم المصرية. وإذا كان العكس صحيح فأن تكلفة شراء الغاز ستتضاعف. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.